بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، وانتم في وضع احسن بإذن الله. بنرحب بالطلاب الجدد والطلاب القدامى في بداية عام دراسي جديد. يمكن دي أول مرة أرحب بطلاب الجدد في كلية العلوم وأنا رئيس جامعة، فسعادتي يعني لا توصف إني أحضر معاكم أول حفل استقبال لطلاب كلية العلوم. دايما في لقاءات كلية العلوم، وعلشان زي ما الزملاء قالوا وحاجة بتشرفني إن أنا أكون ابن كلية العلوم، فبيبقى إحساسي مختلف في فعاليات كلية العلوم. كلية العلوم طبعا يعني هي الأقرب إلى قلبي بصفة التخصص وانتمائي للكلية، وعلشان كده يعني لم نبخل بأي دعم لكلية العلوم. كلية العلوم اللي عارفكم يعني وعارفينه، الكليات المقدمة، الكليات اللي بتلعب دور رئيسي وهام وحيوي في كيان الجامعة بشكل عام، سواء كان على مستوى أعضاء التدريس ودورهم في الوحدات الإدارية المختلفة اللي بتعاون إدارة الجامعة، في أكثر من نص الوحدات الإدارية اللي في الجامعة مسؤولين عنها أعضاء التدريس وكلية العلوم. والحقيقة يعني خليني بس أشكرهم واحد واحد، لأنهم اللي اتعمل السنة دي هي حاجة يجب أن نشكرهم عليها ونشيد بيها. أول حد عاوز أشكره الأستاذ الدكتور إسلام الشيخ رئيس قسم الفيزياء و عمل يعني طفرة في وحدة إدارة المشروعات، عمل حراك غير عادي، واستلم المهمة من أستاذنا وأخونا الأكبر الدكتور أحمد حسنين، أستاذ أيضا في كلية العلوم. والحقيقة اللي بتشوفه وحدة إدارة المشروعات حاليا سوف نجني ثماره قريبا في تطوير وتحسين المعامل والأجهزة بكلية العلوم من خلال الحصول على مشروعات ممولة من جهات مختلفة. الشخصية الثانية اللي عاوز اشكرها برضه للاخ العزيز الدكتور ايمن عبد الحميد، ومدير وحدة ضمان الجودة، مدير مركز ضمان الجودة على مستوى الجامعة. والحقيقة دكتور ايمن استطاع خلال فترة صغيرة يعني ان يحرك الركود في مركز ضمان الجودة، واستطعنا ان شاء الله يعني عندنا خطة طموحة لاستكمال مسيرة ضمان الجودة في الجامعة. الأخ العزيز الثالث الدكتور محمود علي أبو العز، أستاذ الرياضيات ومسؤول وحدة الخدمات الإلكترونية في الجامعة. هي يعني مجهود مميز وتواصل طلابي وتدريب على تكنولوجيا المعلومات في الاي تي وريادة الأعمال. ابتدينا يعني نشعر ان شاء الله كده في الفتره القريبه ان احنا يعني متفوقين ومتقدمين في الاي تي ورياده الاعمال. الدكتور محمد حشمت البوابه الالكترونيه في الجامعه، مجهود مميز وان شاء الله اللي جاي افضل واحسن، بتساهم بشكل رئيسي في تحسين ترتيب الجامعه بين الجامعات، وعندنا عمل كبير ان شاء الله اللي جاي وافضل واقوى، ده كله بيصب في مصلحه الجامعه. الاخ العزيز دكتور محمود ابو المجد شبكه المعلومات، وان شاء الله برضه شبكه المعلومات يعني يكون افضل واقوى واحسن ومور سكيور في الفتره اللي جايه. واحنا طبعا السنه دي وصلنا شبكه المعلومات وشبكه الانترنت لكل مدن الجامعيه،
ومعظم مباني الجامعه دلوقتي اصبح فيها اماكن خطوط فايبر علشان تقويه الخط خطوط الانترنت، وهتشعروا بده ان شاء الله خلال استخدامكم لشبكه الانترنت. دكتور رأفت الخطيب، كل الشكر لرأفت. هي يعني شخصيات كتيره جدا، دكتور تيتو نعيم مدير نقابة العلميين اللي بدأنا يعني دايما، الحقيقه مش بدأنا، انما دايما بنشعر نقابة العلميين متصله بشكل رئيسي بالجامعه وبكليه العلوم. طبعا هو الفيدنج سورس بتاع اعضاء النقابه هو بيبقى من كليه العلوم، علشان كده في مجموعه انشطه بتتم من خلال النقابه، وده كله في النهايه بيصب في مصلحه خريجي العلوم وطلاب كليه العلوم. بشكل عام عاوز اقول ان معظم اعضاء التدريس في الجمله في كليه العلوم بيلعبوا دور مهم جدا في تطوير وتحسين الاداء في الجامعه، وده مش غريب على كليه العلوم. من حسن حظكم ان يعني 80% 90% من رؤساء الجامعات اللي تولوا مسؤوليه رئاسه الجامعه كانوا من كليه العلوم. 99%. وان شاء الله يعني عندنا امل ان المسيره دي تستمر، ولان في كليات ثانيه تزعل مننا. لا قبل ما تبقى كليه العلوم يعني 100% كليه العلوم، وان شاء الله ده يستمر يعني نفسنا ده برضه يستمر، لان يعني كليه العلوم ليها رياده وليها عندها امكانيات كويسه جدا، واي حد بيطلع من كليه العلوم يمكن ان يدير جامعه لانه طالع من مؤسسه محترمه، من اكثر الكليات انضباطا والتزاما، واقل الكليات فيها مشاكل هي كليه العلوم، وده حاجه يعني بتسعدنا، وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى الشخصي ان احنا بننتمي الى كليه مستقره، يعني كليه علوم وكليات الاول كليه حصلت على الاعتماد، وان شاء الله عندنا عمل كبير جدا ان احنا نجدد الاعتماد للكليه خلال قريبا باذن الله. وبرده في المناسبه دي لازم نشكر الدكتوره لبنى عبد المحسن مدير مركز في اعداد التقرير وفي متابعه اعمال الجوده في الكليه، وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني نسعد قريبا بخبر اعاده اعتماد كليه العلوم. الاخ العزيز اللي برضه بنشكره باسمكم كلكم الاستاذ الدكتور احمد الخطيب. الاستاذ احمد الخطيب اللي ما بتعرفوش هو استاذ في قسم النبات، ومن خبراء ضمان الجوده والاعتماد على مستوى الجمهوريه. والدكتور احمد مسؤول حاليا عن اعداد الخطه البحثيه للجامعه، ومعه مجموعه متميزه من اعضاء التدريس في الجامعه عشان نطلع بخطه بحثيه موحده للجامعه. الاخ الثاني اللي عاوز اشكره برضه باسمكم الاستاذ الدكتور احمد حسنين اللي هو بيوضع حاليا لائحه خاصه ل جوائز النشر العلمي والتفوق العلمي وجائزة الجامعة التشجيعية والتقديرية، وإن شاء الله الحمد لله إحنا أخذنا موافقة عليها في مجلس الجامعة اللي فات علشان تبقى حافز لأعضاء التدريس لزيادة النشر العلمي، عشان في النهاية إحنا ده كله بيصب في مصلحة الجامعة علشان نرتقي بالجامعة. والحاجة الجميلة واللي بنقول إنها دايما يعني والشكر حلو علينا إن كلية من أفضل 19 جامعة دخلت تصنيف الجامعات، لو عملوا تايمز اوف هاير ايدوكيشن، وده افضل تصنيف عالمي على مستوى العالم كله. يعني احنا ترتيبنا على مستوى العالم، على مستوى العالم اللي هو فيه 25,000 جامعه داخله التصنيف ده، ترتيب جامعه سوهاج من 801 الى 1000. اللي دخلوا في التصنيف ده على مستوى مصر 19 جامعه فقط. جامعة سوهاج رقم 9 في التصنيف، وده يعني بيخلينا نفتخر ان احنا ننتمي لمؤسسه زي جامعه سوهاج، بيخلينا نقول ان احنا عندنا امكانيات ان ممكن نبقى افضل من كده بكتير، عندنا اعضاء تدريس متميزين. والحقيقه اللي خلينا نقول ان الفضل في ذلك هو لاعضاء التدريس في كليه العلوم، لانه
هذا التصنيف بيتم على مجموعة من المعايير، منها النشر العلمي ومنها البوابة الإلكترونية للجامعة ومدى كثافة ودقة وحجم المعلومات المتاحة على البوابة، منها دور الجامعة في الخدمات المجتمعية، منها دور الجامعة في ريادة الأعمال والتواصل المجتمعي. جزء كبير جدا من هذه الأنشطة بتقوم به كلية العلوم وقضايا التدريس في كلية العلوم. علشان كده يعني أنا بقول كلية العلوم يعني زدتم فخرا للجامعة، وتتظل كلية العلوم في البورة، وسنظل سواء كان بحبنا وقلوبنا لكلية العلوم أو بإمكانيات كلية العلوم سنكون أكثر دعما لكلية العلوم. وزي ما الدكتور أحمد قال أنا يعني الحمد لله دلوقتي كلية العلوم بتتجدد بالكامل من معامل وبنية تحتية ومبنى جديد في معمل للنانو تكنولوجي على أحدث طراز. بنشكر الدكتور إسلام والدكتور فهد الحصري أستاذنا على تطوير هذا المعمل، وده يساهم في زيادة تأكيد النشر العلمي والأبحاث العلمية. عندنا في كلية العلوم مجموعة من المعامل المتميزة، مجموعة من الوحدات ذات الطابع الخاص اللي بتقدم خدمات مجتمعية متميزة للمجتمع، عندنا مجموعة من الطلاب المتميزين في الأنشطة واللي حصلوا على جوائز كتيرة، ورغم انتماء لكلية العلوم إنما مفيش كوسة، هما بيفوزوا بقدراتهم وإمكانياتهم. أنا يعني بطلب كذا حاجة منكم. الحاجة الأولانية التواصل المستمر مع السادة أعضاء التدريس وإدارة الكلية، لأن ده مهم جدا. ما تخافوش كطلاب جدد، أعضاء التدريس يعني متميزين في كلية العلوم بحسن التعامل مع الطلاب والتواصل الطلابي، بدءا من عميد الكلية المكتب مفتوح للناس كلها، وطبعا اشتغلت وكيل تحت رئاسة السيد العميد يعني اعلم تماما ذلك. فعلشان كده يعني تواصلوا مع اداره الكليه، اللي عنده مشكله ما يحرجش، ما يتكسفش، ما يخافش. انتوا دلوقتي احنا بنيكوا بنبنيكوا لسوق العمل، انك تعتمدوا على انفسكم عشان تبقوا يعني تتحملوا المسؤوليه. علشان كده مفيش حاجه اسمها خوف، كلهم يعني امهاتكم واخواتكم، فتعاملوا معاهم من هذا المنطلق. الحاجه الثانيه بدعوكم للمشاركه بشكل كامل وجاد في الأنشطة الطلابية اللي بتقيمها الجامعة، لأن زي ما قلت في أكثر مناسبة إحنا مش مهمتنا بس نخرج طلاب حاصلين على شهادة، إحنا عاوزين نخرج طالب قادر على مواجهة سوق العمل، طالب عنده من الملكات والمهارات اللي يقدر يتميز فيها ويقدر ينافس فيها. دلوقتي أصبحت المنافسة صعبة. أصبح دلوقتي لما بيكون يعني مش مهم أوي، مش مهم طالب يكون طالب امتياز وما يعرفش يعبر عن نفسه، ما يعرفش يعمل برزنتيشن، ما يعرفش يقف قدام رئيسه يكلم ويعرف المشكله، ما يعرفش يكتب تقرير، ما يعرفش يتعامل. ده كله بنحاول احنا نبنيه في مهارات الطالب علشان يقدر يواجه سوق العمل بشكل افضل. دلوقتي الوظائف بقت وظائف تنافسيه، بمدى تاهلك واستعدادك واسلحتك اللي معاك بمدى امكانيه قبولك في الوظيفه. في دورات كتيرة جدا بتتعمل في الجامعة، في أنشطة كتيرة جدا في داخل كلية العلوم لكتابة السيرة الذاتية ومواجهة سوق العمل والتقدم للوظائف والكلام ده كله. أنا طبعا ابن كلية العلوم عارف إن الكلام ده بيحصل، وحاجات على مستوى الجامعة بتتم. أرجو إنكم تهتموا بكده. يعني الاهتمام بده بيقدر يكمل شخصيتك ويقدر يبنيها. الأنشطة الطلابية برضه بتساعد في ده. إحنا عندنا وحدة رعاية الموهوبين، عندنا رعاية شباب متميزة ونشيطة. حاول تستفيد من كل الامكانيات. عندنا يعني امكانيات لدعم الانشطه الطلابيه، وطبعا دعم الكتاب الجامعي وصندوق رعايه التكافل، صندوق التكافل الطلابي للطلبه الغير قادرين على دفع الرسوم سواء كانت في مدينه جامعيه او في الرسوم الدراسيه. كل ده متاح، حاولوا تستفيدوا منه وتستغلوا، ان ده اصلا معمول علشان الطلاب. الحاجه الاخيره طبعا واللي لازم يعني اقولها، ان انا كل الشكر والتقدير لإدارة الكلية على هذا المجهود اللي بيتم في كلية العلوم، وإن شاء الله يعني مزيد من التفوق والتقدم للكلية. بشكر الدكتور أحمد سليمان عميد الكلية أسبوعًا، حييه كلنا على مجهوده في إدارة الكلية. بشكر الدكتور كمال خليل وكيل الكلية لشؤون الطلاب. هو يعني حلقة التواصل بينكم وبين إدارة الكلية، أنا عارف إن ممكن تكون في مشاكل كتير في الجداول
والنقل من سكشن لسكشن والمواعيد. انما كل ده الدكتور كمال هيقدر يتصرف ويتعامل معاكم بشكل كويس جدا. دكتور احمد فكري وكيل الكليه الدراسات العليا. دكتور احمد الجهيني رئيس قسم الكيمياء. قسم الكيمياء طبعا ليها منصب الاسد في كل حاجه. هو عميد الكليه ورئيس القسم. يعني وكيل الكليه ما شاء الله. الحمد لله انا من جيولوجيا عشان ما حدش يقول لي يعني طبعا جيوكيمياء. مين سيد رؤساء الاقسام موجودين معانا؟ دكتور اسلام طبعا رئيس قسم الفيزياء. فين زكريا؟ دكتور زكريا رئيس قسم النبات والبيولوجي. دكتور عزه رئيس قسم علم الحيوان. حد تاني رؤساء الاقسام معانا؟ دكتور عباس الجلوسه مش موجود، ناخده غياب. كل وانا سعيد جدا ان استاذنا دكتور علي علي شاكر هو موجود معانا، فمن حيث العالي بنشكرك على حضورك. الاخ العزيز دكتور احمد كل الشكر والتقدير، احمد ابو المجد والدكتور ابو النور، يعني طلع من مؤسسي الكليه ونفخر ان احنا اتعلمنا. وانا درست شكاشه على ايد الدكتور ابو النور، يعني كان بيدرس مكان صعب قوي ومتعب. دكتور محمد فرج، يعني كل الشكر والتقدير دكتور محمد فرج، كل اعضاء تدريس كليه العلوم لو قلنا كل الشكر والتقدير. شؤون الطلاب، هنعمل لك حفله قريبه يا استاذ خالد. شؤون الطلاب واداره رعايه الشباب وكل ادارات في كليه العلوم بنحييها على دورهم. ومره اخيره انا برحب بيكم واتمنى لكم ان شاء الله عام دراسي موفق وسعيد. وانا زي ما كنت بقول في كل مناسبه مكتبي مفتوح، لو اي حد عنده مشكله يتشرفني في المكتب. فبشكركم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.